السلام عليكم حبايبي وصحابي، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير يا ربي. مرحبا بكم في فيديو جديد على قناتي وقناتكم وصفات وافكار ايمان. اليوم ان شاء الله غادي نصايبوا كوتلات مع بعضياتنا ماشي مشوي بالحق في الكوكوط، كيجي رائع ولذيذ. خليكم معايا حتى الاخر باش تشوفوا الطريقه والتحضير ديالو، فرجه ممتعه. غنحتاجوا الكوتلات، بالنسبه للعبار كيبقى اختياري. عندنا هنا زريعه القزبر، الكمون، مليحه ومعلقه كبيره ديال السمن. بالنسبه لهنا المقادير فما كتبقاش مضبوطه لان على حسب الكميه ديال اللحم، فانا الكميه اللي عندي غتكفاني هكا بحال قلتو، معلقه كبيره ونص من زريعه القزبر، معلقه كبيره ونص من الكمون، معلقه كبيره ديال الملحه، ومعلقه كبيره ديال السمن في هذا العبار اللي عندي ديال اللحم. فعينكم ميزانكم على حسب الكميه اللي غديروا ديال اللحم غديروا قدر ديال العطريه ديالها. غناخذوا اناء غادي نضفوا له العطريه، فانا غادي ندير واحد شويه ديال الماء يعني غير باش نخلطوا هاد العطريه، يعني واحد جد نص كاس غادي نخلطوا هاد العطريه. العطريه ديالنا ها هي مدمجات، كنحاولوا نلبسوا هاد العطريه للحم. الكوتيت ديالنا ها هو تشرمل، غادي ناخذ كوكوط غادي نوضعوا فيها الخيمه. بالنسبه للناس اللي ما تيبغيوش السمن ممكن يستغناو عليه ويعوضوه بلا موطارد، غير هو بصراحه ما كيعطيش الطيبه ديال السمن، كيعطي واحد المذاق زوين. المهم اللي ما تيعجبوش ممكن يعوضو بالموطارد كي قلت لكم. دابا خديت الكوكوط ما درت فيها لا ما ولا زيت حتى شي حاجه، يعني غير غنكتفي بهاد الحيمه هذه وهاد العطريه اللي درنا. كيف كتشوفوا ها هي الحيمه الكوكوط، دابا غادي نسد عليها وغادي نردها على نار مهيله حتى نسمعها الكوكوط بدات كتصفر، ومن بعد نحسب ليها واحد 30 حتى 45 دقيقه، يعني ما بين واحد نص ساعه حتى ساعه الا ربع بالحق على نار مهيله. وديك الساعات ان شاء الله نحلو نشوفوا واش يكون الحم طاب ولا لا، حيت لان الطياب كيبقى على حسب نوعيه اللحم، كاين اللي دغيا كيطيب كاين اللي كيشد شويه ديال الطياب. فخليكم معايا من بعد ان شاء الله نتلاقاو. الكوتليت بعد ما طاب كيف كتشوفوا كيجي بصراحه محمر وغزال وفتي، رافقته بخضيره صوتي، شويه ديال البطاطا، شويه ديال الخيزو، اللوبيا. فنتمنى منكم تجربوا الوصفه، وإلا عجبكم الفيديو ما تنساونيش ملي لايك وبارطاجيو مع اصحابكم. الى اللقاء في فيديو مقبل ان شاء الله.